كل سنة وانت طيب يا عرب. دي حاجة بسيطة جدا. نجم سيد عبد الحفيظ واحد من أفضل اللاعبين اللي كانوا متواجدين في النادي الأهلي لفترات طويلة، وواحد من الإداريين الكبار اللي إن شاء الله هيكملوا مسيرة الرموز الكثيرة جدا اللي كانت موجودة في النادي الأهلي خلال الفترات السابقة والأخيرة. دي حاجة بسيطة جدا عاملينها للكابتن سيد. إن شاء الله في حوار مطول يوم الثلاث اللي جاي إن شاء الله هكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة، على الهواء مباشرة. كل الأسئلة اللي حضراتكم كالعادة، يعني كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزين تسألوها، أنا ممكن ما أحضرش أسئلة بالمناسبة، ودايما أنا بحاول إن أنا ما بصش في الورق، ولكن كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزين تسألوها يوم الثلاث الساعة 11 هيكون معايا مدير الكرة في النادي الأهلي كابتن سيد عبد الحفيظ. اسأل زي ما حضرتك عايز. كابتن سيد عبد الحفيظ أنا اتفقت معاه إن هو هيجي يجاوب على كل شيء سين سؤال، فأي أسئلة حضراتكم عايزين تبعتوها لنا هنعمل لحضراتكم هاشتاج قبلها كمان بشوية علشان تبعتوا اللي حضراتكم عايزين تسألوه. إن شاء الله تبقى حلقة مش هنتكلم فيها على حد، برضو عشان تبقى الأمور واضحة، مش هنتكلم فيها على حد ولا هنعمل فيها اي حاجه، غير ان احنا هنحاول ان احنا نقول الفرقه خلال الفتره اللي فاتت وخلال الفتره القادمه هيكون فيها ايه. هنتكلم في اشياء كثيره جدا جدا تخص فريق الكره في النادي الاهلي.